ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد وفائدة جديدة. اليوم غنعطيكم واحد الفيديو اللي مميز شوية، لأنه فكرت كتير في طريقة اللي تمنحنا امتياز باش نصيدو بلا مشاكل ديال التسخير، يعني بلا مشاكل ديال الكروشاج، ولأنه كان عاني كتير كما كل الرياض تقريبا أنه عندنا مشكل ديال الكروشاج، يعني سواء للصنارة سواء للرصاص. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله قررت باش نلقى لكم حل ديال الكروشاج والرصاص في نفس الوقت، يعني ممكن نصيدو وحنا مرتاحين البال بأنه الحوت ديالنا ما يمشيش لينا. اليوم غندير لكم الطريقة اللي فكرت فيها كتير قبل ما نديرها لكم، ونتمنى تطبقوها بالحذافير ديالها إن شاء الله دير معكم النتيجة. أول حاجة غنعطيكم لاستيس، لانه راني متاكد انه عدد كبير منكم ما شافوش الفيديو ديال الطريقه باش كنتفاداو التسخير ديال الرصاص. اولا الرصاص، عاد الصناره غنعطيها لكم حتى هي في نفس المونتاج ان شاء الله. اذا الطريقه ديال الرصاص، اول حاجه كنحتاجو هاد الفيليل اللي معروف عند الجميع، هذا هناخد واحد باش نوريكم الطريقه. هاد الرصاص، هاد الفيليل راه ممتاز الاخوان ومفيد جدا في هاد الطريقه. اذا كنحلوه عادي بطريقه بسيطه، وهاد القطع كنحيدوها. هذه بالضبط كتم الازاله ديالها، يعني بطريقه بسيطه لانها سهله كتحيد بسهوله بحكي ما كتشوفوا. هاي تحيدات، كنصوبوا هاد الراس، كنزيروه بهذا الشكل بحال هكا، باش ملي كنجمعوهم كندوزو الرصاصة بسهولة، يعني بهذا الشكل. أنا هذا باش كنصيد، موالف كنصيد به كما كتشوفو. هذا القطعة كندوزوها بهذا الشكل، كندوزو الرصاصة ديالنا وكنعوجو الطرف بحال هكا. ملي كتعوج هذا الطرف شوية راه كتوقف. وهنا الحل شنا هو؟ ملي كنجرو وهادي كتحل لينا في الرصاص، الرصاصه هادي كاينه في الخيط ديال القصبه مباشره. دابا ندير لكم المونتاج، يعني ملي كنجرو كتمشي الرصاصه، ولكن هذا المونتاج ديالنا كيبقى ليبر، يعني كتمشي غير الرصاصه ولكن المونتاج تاعنا كيبقى كما هو، والسمكه ديالنا ما عندها فين تمشي. هكا كنحرروا الرصاص وكنبقاو حنا والسمكه مباشره. اما بالنسبه للصناره باش نتفاداو هذا الكروشاج ديالها، اول حاجه كنربطو صنارة في خيط عادي، صنارة والخيط درت خيط قصير باش على حساب الفيديو باش يكون واضح. اذا صنارة كنديرو فيها واحد المدور، يعني ليميريون، كنربطو ليميريون ديالنا في الخيط ديال راس الصنارة بشكل عادي جدا، يعني اي ربطة. انا هنا رجمت لكم جوج فيديوهات درتهم ديجا، درت فيديو ديال الطريقه ديال هاد الطريقه الصناره، ودرت فيديو اخر ديال التسخير ديال الرصاص، ولكن بغيت نجمعهم لكم في واحد باش تكتمل الافاده ان شاء الله، وتعرفوا تخدموا به بطريقه ممتازه. لانه كاين بعض الاماكن اللي كنتشهاو نصيدو فيهم عارفينهم، مثلا بلايص الشرغو، ولكن الكروجاج كيحرمنا من الصيد في دوك المناطق. نقدروا نسيو بهذه الطريقه الاخوان، نجربوا بها ان شاء الله وما يضيع علينا والو. وبالنسبه لهذا الترقيع الاخوان، دائما كنديروا الخيط على حسب، كانوا الصخور حاده راه كنديروا 35 حتى 40 بعض الاحيان في الترقيعه، في الخيط ديال الترقيعه، سينو كنديروا 30 28 مزيان. انا كنصيد غالبا 35 بحال هاد المناطق. اذا الطول ديال الترقيعه الاخوان على حسب العمق ديال المنطقه فاش غنصيدو، مثلا كانت 2 متر راه كنقدر نديروا متر ونص في الترقيعه. سمعونا الاخوان، نقدروا نديروا متر ونص، لانه هذه الطريقه كتحتاج الترقيعه تكون طويله شويه باش توصل للمناطق المستهدفه، لانه دابا نوريكم الطريقه كيفاش وتفهموا مزيان. اذا كنحتاجوا الفرشيه عاديه بحال هكا، هذا الخيط ديال القصبه اللي جاي من القصبه مباشره. اول حاجه كندخلوها، كندخلوا الصناره ديالنا هي اوليميريون كما كتشوفوا، خيط طويل جاي من القصبة هو هذا. كنديرو حتى حاجة، كناخدو الخيط اللي فيه الصنارة والمدور، كندخلوه بهذه الطريقة كما كتشوفو، بهذه الطريقة، يعني طريقة عادية
كما كتشوفوا هنا اش كنديروا، كندخلوا هادي يعني كندخلوا الفرشيه او العوامه على حسب كل يعني كندخلوها، كيولي عندنا المونتاج بهذا الشكل كما كتشوفوا، يعني الصناره عاد الفرشيه. وهنا اش كنديروا، كنجيو كنركبوا هذه القطعه، هذه القطعه ديالنا كنركبوها مباشره في هذه المنطقه، حتى هي كنديروها ربطه عاديه. او سينو ممكن الاخوان نديروا هذه، من الاحسن نركبوا هذه اللاقيقه المطاطيه، نخليوها تحمي لنا يكون الكونتاكت بين الفرشيه وهذه القطعه، يعني كنديروا ربطه عاديه كما كتشوفوا. كنعتذر الاخوه اليوم على التصوير، لانه اليوم راه كما كتعرفوا حنا في رمضان وكانت عندي الخدمه كثيره بالنهار، ما كانش عندي الوقت نهائيا باش ندير لكم التصوير لهذا الفيديو، والغد عندي نفس الاعداد ديال الالتزامات، لهذا قررت نديره الان في هذا التوقيت للاسف، ولكن ماشي مشكل، كنحاول قدر الامكان باش يكون واضح الفيديو. اذا هذه القطعه كما كتشوفوا راه ركبناها، هذه هي اللي في الاسفل كما كتشوفوا الترتيب ديالهم، هذه القطعه اللي فيها ليميريون والصناره هي الاولى كتدخل في الخيط، كيتبع الفرشيه بوحدها كتكون ليبر، عاد هذا العقيقه المطاطيه، وهذا القطع ديال الفيليل اللي غنديروا فيها الرصاص كما غتشوفوا، غنهزوا الرصاص ديالنا كندخلوه بطريقه عاديه وكنطويو هذا بشوي بهذا الشكل، يعني كيحبسوا وفي نفس الوقت ما غاديش يكون معائق، خصوش يكون عائق ملي يكون عندنا الكروشاج، يعني التسخير باش ملي كنجبدو بقوة تخرج الرصاصة تمشي ويبقى عندنا هذا المونتاج تاعنا كيبقى حر. يعني كندخلوها مرة أخرى، كنظن راه الفكرة واضحة الإخوان وراه ممتازة جدا، ممكن تستعملوها، أنا كنحاول نعطيكم حلول عملية ونتمنى تستفدوا معنا الإخوان. يعني المونتاج ها هو كتمل كما كتشوفوا، هادي يعني ملي كان لونسي وكان صيفطو الطعم ديالنا، هادي الرصاصة كطيح في العمق ولكن الفرشية كتبدا تصعد، ملي كتصعد كتسحب معها الرصاصة كما كتشوفوا، كتسحب معها الرصاصة الأعلى بحال هكا، ملي كتصعد هاد الصنارة كطلع تلقائيا، لأنها بحكم الدفع ديال الفرشية راه كطلع الرصاص الصنارة ديالنا، لهذا قلت لكم ترقيها تكون طويلة على حسب العمق ديال المصيد باش نوصلوا للمنطقة اللي فيها الأسماك، وفي نفس الوقت ما نكونوش لحنا حتى القاع باش ما تبقاش تغلينا، لأنه إلا وغلات لينا هذه راه مشى كلشي بالطبع، لهذا كنحاولوا دائما نعبروا القياس ديال البحر ديالنا. وراه ديجا درت لكم فيديو ديال الطريقه ديال القياس ديال عمق البحر، نتمنى تشاهدوه باش تكتمل الافاده كامله. وهنا كنظن انه حنا كنتهناو من المشكل ديال التسخير ديال الرصاص بهذه الطريقه، ما كنحلوش الحوت ديالنا كيبقى معنا، وفي نفس الوقت الصناره راه كنبعدوها من الحجر، يعني كتعاوننا الفرشيه. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا الاخوه ديالنا، وشكرا جزيلا، والى فيديو اخر ان شاء الله، بارك الله فيكم.